مساء الخير عليكم الإخوان، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. مرحبا بكم مرة أخرى في عالي تي في، وهذه المرة غادي ندويو على الجمع العادي ديال جمعية المعارف للبيئة والطيور، واللي ناقشوا فيه بزاف ديال الأمور، منها التقرير المالي والأدبي، ثم تحول في نفس الوقت للجمع الاستثنائي لتجديد الأعضاء ديال المكتب، والاستضافة ديال الأعضاء الجدد. فنخليكم مع بعض المقتطفات أو بعض اللقطات وبعض الأجواء اللي داز فيها هاد الجمع ديال جمعية المعارف للبيئة والطيور، واللي افتتحناه بالترحم على الإخوان ديالنا السي جواد الأسري، اللي ديما كنتفكروه، والفاعل الجمعوي الحاج جواحي محمد، الله يرحمهم ويرحم جميع المؤمنين. وكما ترحمنا على العم ديال السي محمد إغجد، الله يرحمه حتى هو ويرحم جميع الناس وجميع المؤمنين. وشكرا. فيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله الماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الإخوان من بعد تراحم على هاد الناس العزاز علينا، فما يمكنش ما ندويوش على بعض العناصر او بعض الاعضاء الاوائل ديال جمعية المعارف او ديال حي المعارف، اللي قاموا بمجهودات يعني جبارة في تأسيس الجمعية من اول لحظة، واللي هما كنعتبروهم، انا شخصيا كنعتبروهم يعني اساتذه ديالي، في لا في العمل الجامعوي لا في العمل ديال تغريد الطيور والكوبيه بصفه عامه. فهاد الناس غادي ان شاء الله هما كيبقاو ديما خوتنا، وكيبقاو ديما اساتذه ديالنا، وكيبقاو ديما رؤساء شرفيين ديال هاد الجمعيه هادي، لان بلا بهم من حنا ما كنسوا والو. فنقدموا بعض الصور لهاد الاخوان اللي كانوا معنا في الاول، ومن بعد نقدموا حتى بعض الصور ديال المكتب الجديد ان شاء الله، وندوزوا لبعض اللقطات ديال الجمع. وشكرا مرة اخرى. الموافق ل 23 ربيع التالي 1438، عقدت جمعية المعارف للطيور التي أصبحت تسمى جمعية المعارف للبيئة والطيور جمعها العادي لسنة 2017 بقاعة العروض بالمركب الثقافي والاجتماعي توريا السقاط. تمت قراءة الفاتحة على روح المرحوم أسراري جواد محمد جواحي وإغجد علي، وبعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للإجماع ومناقشة بعض النقط المتعلقة بالبيئة وهواية الطيور، وبعد ذلك تحول الجمع العادي إلى استثنائي لفتح المجال لتجديد المكتب وتحيين بعض بنود القانون الأساسي. أولا، لقد تم تجديد أعضاء المكتب المسير ووضعت الثقة بالإجماع في السابق الرئيس إغجد محمد، نائب الرئيس رشيد بن عاشور، الكاتب العام عبد الإله جواحي،
نائبه كريم أمين المال محمد الرماوي المرضي ملومي حميد وياسر الكندي. ولقد اتخذت الجمعية دار الشباب دار غندف كمقر لها. ثالثا، تم تحييد الجمعية ليصبح جمعية المعارف للبيئة والطيور Association معارف de l'environnement et des oiseaux. تم تمديد مدة صلاحية المكتب من 3 سنوات إلى 4 سنوات. وفي نهاية الجمع العام رفع السيد الرئيس باسمه ونيابة عن كافة أعضاء المكتب المسير برقية الولاء والإخلاص للسدة العالية لله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. حرر بالبيضاء يوم 21 يناير 2017. كان عدد الحضور 13 شخصا، وكان الجمع من الساعة 4 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 بعد الزوال. وكنتمناو إن شاء الله مسيرة موفقة لهذا المكتب الجديد إن شاء الله. وحنايا طامعين باش ناخذوا الرضا ديال المواليع ان شاء الله، لا في حي المعارف ولا في حي درب غلب فين خدينا المقر. بخير شي كلمه في حق هذا الاجتماع ديالنا. واه سيدي، نتمنى لكم واحد التوفيق من عندنا هنايا وبدايه موفقه ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. السلام عليكم سي طارق، شي كلمه في حق هذا الاجتماع. نتمنى لكم عمل موفق ان شاء الله وتسهروا. السلام عليكم اخو عبد اللطيف، قيدوم جمعيه المعارف، شي كلمه في حق هذا الاجتماع وحق الاصدقاء ديالك. وانا فرحان بزاف بالاصدقاء ديالي وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. جزاك الله خير. وشنو اخر؟ انا فرحان بسي رشيد. بارك الله فيك. سي عبد الله وسي بارك الله فيك. فرحان بالاجتماع ديال جمعيه المعارف. مرحبا بك. واتمنى اليوم التوفيق والزهار والنجاح. بارك الله فيك. ان شاء الله نروح للجميل المعارف الاستاذ، نتمنى ان شاء الله التوفيق والازدهار. شكرا مع المراعين. بارك الله فيك. سي كريم الزيداني الوافد الجديد من مدينة المحمدية للمعارف. كنشكر الاخوان اللي وضعوا فيا الثقه، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى انني نكون على حسن الثقه اللي وضعوا فيا الاخوان ديال جمعيه المعارف. وما ادراك ما جمعيه المعارف، اللي الحمد لله كتضم اخيار ومواليع في مستوى عالي، اللهم لك الحمد. كنتمنى انني نكون كسند وكقوه للاخوان ديالي الحمد لله. والالتحاق ديالي بجمعيه المعارف ما هو الا عربون على ان الاخوه والعلاقه الطيبه راه الحمد لله دائما مستمره. رشيد بن عاشور موجوعك للمعارف لجمعيه المعارف. ولكن ما وخاك ما غيبتش بزاف، لان كنت ديما مع المعارف. نعم، القلب ديالي كنت ديما مع المعارف. اللي بغيت نقول بان هذه الجمعيه ان شاء الله ديال المعارف غادي تخصها تكون القدوه للجمعيات، كيف كانت ديما هي القدوه خصها تبقى ديما هي القدوه، تبقى في القمه كيف ما كانت قبل. وشكرا. معكم رماوي محمد امين مال لجمعيه المعارف للبيئه والطيور. كنأيد الكلام كاع اللي قالوا الاخوان وكنساندوا. هنا هذه الجمعية بغينا تكمل في التألق ديالها والإشعاع ديالها على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي للولاية. هو إخوان، هو المساندة ديال المنخرطين هي باش كتقوى الجمعية. إلا ما كانوش منخرطين راه الجمعية ما غاتكون واصلة الإشعاع ديالها ولا شي مستوى. يعني الإنسان اللي مخرجش على الجمعية ديالو واللي كيحبها هو في التنمية الولاعة وتنمية المعرفة. إذا كان كيدعمها كيدعم حتى المعرفة والتنمية ديالها. هذا ما كنقول. مرحبا بالاخوان كاملين. النظر ديالك في اعاده تشكيل المكتب الجديد ديال جمعيه المعارف. بطبيعه الحال جمعيه المعارف تاسست سنه 2005، كانت قاطره بطبيعه الحال في المغرب في المعارف في المواليع. تجديد المكتب، تم تجديد المكتب بثقه بطبيعه الحال في الرئيس الرجل محمد
وغني عن التعريف، رجل طيب. إخوان السي بن عاشور هو ولد المعارف بطبيعة الحال، هو ولد المعارف وغيبقى دائما ولد المعارف، هو صديق بطبيعة الحال، صديق ديالنا منذ الطفولة. بالنسبة للسي كريم فولد المحمدية، مرحبا به، مرحبا به عندنا. فهذه زيادة بطبيعة الحال لجمعية المعارف، وطبيعة الحال ما يخفاش عليكم السي الرماوي محمد، الرجل المناضل، والسي علي المرضي، والإخوان الآخرين اللي كباطاس معروف عن الساحة في المعارف في المغرب كامل، السي ملومي حميد، والسي ياسين الكوندي من مدينة خليلقة، مرحبا به.